سأحاول قدر المستطاع أن أعطي الكلمة لفلان أو فلان كما هو حاصل، ولكن سأحاول قدر المستطاع أن أورط المشاركين في هذا الموضوع لنخرج منهم طبعا ما تحمله ذاتيته من مخيال. تورط الجمالية الدكتور الشلالي كتفرض علينا نتكلموا بلغة أخرى اليوم تتجاوز منطق التصنع الأكاديمي لإحياء فلسفة التواصل الروحي من خلال التعبير. وبالتالي حينما يشاهد نشيط وطني تجدني وكأنني أعيش تجربة إسراء خاصة وأعود بذاكرتي لحي العسكري. ما يمكنناش نفهم السلوكات والظواهر الاجتماعية في مدينة طنجة والعوم كل مجموعة من الظواهر اللي كاينة في مدينة طنجة بدون استحضار هذه المقاربات السيكولوجية والمقاربات السيكوسوسيولوجية، كيف يؤثر تنظيم المجال على سلوكاتنا وعلى حالتنا النفسية. أن المخيال الذي هو عندنا هو حصيلة إدراكات دي بيرسيبسيون، حصيلة إدراكات وحصيلة تمثلات كما ورد مع السي مصطفى. كيفاش هذا المدن ديالنا ومدينة طنجة تحديدا ما استفدناش لحد الآن باش يكون عندنا واحد المخيال متفقين عليه مشترك متقاسم واللي يكون هو الأصل في السياسات العمومية من جانب غير الجانب السياحي، كما يمكن نتحدث عن نفس الشيء بالنسبة للمجال التربوي هذه اللقاء اليوم مع مثقفين مغاربة وأساتذة باحثين ومنتجين للمعنى وللفكر حول المدينة والمخيال هي كانت جلسة بوح أكثر منها بحث أكاديمي، ولكن كانت تحمل بنطيتها مجموعة من الأفكار بخصوص المدينة التي تسكننا. وبالتالي فهذه الندوة جاءت في طنجة لأن طنجة مدينة لها مخيال كبير جدا ومدن أخرى مغربية كذلك لها 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 هذا التاريخ، وهي في العمق ندوة تحسيسية كذلك حتى بالنسبة للذين هم ربما في موقع المسؤولية وفي تسيير المدن على أن المدينة هي روح، هي كائن حي، وأنها تحتوينا ليس فقط بجانبها الفيزيقي المحض ولكن كذلك من جانبها السيكولوجي الذي يعطينا نوع من الطمأنينة. المدن المغربية كلها مدن بتاريخها الكبير جدا لا تحضر اليوم في التصاميم العمرانية ولا تحضر اليوم ربما في الترويج للسياحة. طبعا حصل لي الشرف أن أشارك في هذه الندوة الأولى من نوعها لجمعية لحظات طنجة التي أشكرها على تشريفي بهذه الدعوة، وطبعا كان أول لقاء لهذه الجمعية الفتية والواعدة، ولكن أيضا طريقة تدبيرها وتنظيمها كان إبداعي وجميل جدا، بحيث أن جمعت كوكبة من الباحثين المرموقين في مجالات مختلفة من الأنثروبولوجيا إلى علم النفس الاجتماعي إلى الدراسات الفلسفية، فأغنت هذا الموضوع الذي كان يتمحور حول المدينة والمخيال، بحيث أنها سمحت لنا خاصة بالنسبة لي شخصيا أن أجول في ذاكرتي وفي متخيلي لأبحث عن تأثير المدينة التي أو المدن التي عشت فيها، مدى تأثيرها على شخصيتي وعلى تكويني. ولا شك أن اليوم هذه الندوة سمحت لي أن أفهم نفسي أكثر من أي وقت مضى. هذا الخاتم السلطاني يعني كان واحد العدد ديال الأشياء اللي كيأرخوا هذه الزيارة هذه، لأن المغاربة كان عندهم سلطان عزيز وعنده واحد العدد الأشياء اللي فيها السلطان وكانت موجودة هنا في طنجة. هذه الساعة السلطانية فيها السلطان محمد الخامس ومولاي عبد الله والحسن الثاني رحمة الله عليهم، لها علاقة بمدينة طنجة طبعا وزيارة 47. كاين ساعة ديال النساء لأن كاين ساعة النساء وكاين ساعة الرجال، فهي الساعة السلطانية فيها السلطان محمد الخامس، فيها الاسم ديال طنجة اللي قام باقتناء هذه السنية واحد السيد من الأعيان ديال مدينة طنجة من عائلة صباح.
اولا شكرا لكم على التغطيه هذه الندوه هذه اللي هي في الحقيقه كانت ندوه قيمه وهادفه اللي شاركوا فيها ثله من الاساتذه والباحثين من مختلف الجامعات المغربيه. مؤسسه لحظات وطنجه اللي هي نظمت هذا اللقاء اللي هو كيتعتبر اول من نوعه لنا كل يعني نحن جد سعداء باننا نظمنا وحاولنا يعني ننجحوا هذا اللقاء والحمد لله كان نجح بامتياز بحكم ان الحضور كان نوعي والحمد لله كانوا يعني اساتذه وباحثين ودكاتره في هذا العنوان ديال لقاء وطن المدينه والمخيال بحكم ان مدينه طنجه اليوم اصبحت محلتها الجديده وتاهلوا واحد العدد ديال البلاد اللي تاهلت فيها وفتحوا فيها بعض المتاحف. مدينه تسخر بتاريخ عريق عبق التاريخ لها يعني تاريخ يعني ممتاز وجميل ومتنوع تعتبر من اجمل المدن اللي كتطلع على البحر الابيض المتوسط وفي نفس الوقت هي مدينه وجدت قبل ان يوجد التاريخ. فنضمنا واحد معرض صغير وعطينا نبدأ على بعض الوثائق اللي هي تعتبر من اهم الوثائق اللي كتارخ من بعض الاحداث منها احداث وطنيه كبيره واحداث عالميه كبيره اللي احتضنتها مدينه طنجه والحمد لله كاين تجاوب وكاين اقبال وكنشكر جميع المشاركين وجميع الحضور الكريم على تلبيه الدعوه ديالهم وشكرا لكم. يا طنجه الحسن التي اذهبت نسوك يا طنجة الحسن التي أذهبت نسكي على كل حال أنت لابد لي منك على كل حال على كل حال على كل حال تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.